لكن الكبار بياخدوا حاجه اسمها اورال هايبوجلاين في الاول، ممكن بالظبط ياخدوا حاجات حلو قوي تحكم في مستوى السكر في الدم. تمام. الو ايوه استاذ محمد اتفضل بتكلم الدكتورة. اتفضل معاك الدكتور رانا اتفضل أيوة معاك الدكتور اتفضل اسال على طول اتفضل دكتورة معاك، أنا مش سامع حضرتك، اتفضل عليك اتكلم اسأل يعني الدكتور. احنا سامعينك اتفضل. طيب مشكورك جدا جدا حضرتك سامعنا معانا ولا خط. دكتور هنتكلم عن هنبدأ زي ما قلنا بانه الاعراض عند هنبدأ عند الاطفال ولا الكبار ولا هي لا نفس الاعراض؟ ابنته غالبا هي بتبقى في الاثنين، كان بقى تغذية بتاعت الكبار والاطفال، بس في الاطفال هنراعي بس ايه جرعات الانسولين ومواعيدها والاعراض تمام بتاعت الهايبوجلايسيميا انه انخفاض مستوى السكر في الدم. تمام تمام تمام. عاوزين دكتور اعراض انه يعني نقص في الوزن شديد، في كمان زي ما بنقول بيروح الحمام كتير، بيبقى في عطس، العطس بيبقى اثناء النوم فقط او في الام حاسس، هي الام بتلاحظ تغير في عادات الطفل، بيشرب ميه بطريقه عطشان قوي، وزنه عمال يقل، الولد بيدخل الحمام كتير، بيقوم في بالليل، شحوب كمان. بيقوم بالليل كتير، ممكن ما يلحقش نفسه بالليل، تلاقي يعني هتلاقي اعراض واضحه في مريض تمام السكر بتاع الطفل، يعني بتلاحظ اسرع من الكبير، تمام يعني ممكن حد مريض سكر كبير يقعد فتره هي بالصدفة يعني بالظبط، لكن الاطفال يعني الاعراض بتبقى وضوح. صارخة يعني بتبقى شديد. حب بيبقى في الوجه ولا طبعا هزال وشحوب ونقص في الوزن، وتلاقي وزنه بينزل بسرعة. خاصة سمنة يعني مش العكس. ما هو طبعا ما هو قلنا وخصوصا سمنة البطن من الأمراض اللي بتؤدي الإصابة لمرض السكر، مع وضع عوامل وراثية، خصوصا تمام في سكر الأطفال ده بالذات، يعني غالبا بيبقى فيه عامل وراثي. تمام في اشكاليه هنا في انه النمو كل حاجه ما ويعني بالظبط بالظبط والام التنمية هتدي له كل كل حاجه حاجة. يعني اذا كان هي يعني صح يلعب. صح طب قولي لي يتعامل ازاي وياخد الانسولين ازاي قبل وبعد وهكذا. تمام. بالنسبة بقى للتغذية بتاعة الطفل، أول حاجة في مريض السكر اللي هو طفل ده أنت مصر، يعني محتاج نشويات عادي، محتاج دهون، محتاج ياخد سكريات البروتين، ياخد السكريات، محتاج كل الحاجات دي عادي ده طفل، بس الفكرة في الاعتدال والالتزام ما هي كلمة بجرعات. عادي لازم تفسر. ما هنفصل الفكرة بقى، هنفسرها ازاي؟ أول حاجة ده انسولين ديبندنت، يعني الطفل انسولين، اي في انسولين اللي هو سريع المفعول اللي هو وانس انه خده اشتغل، ده تمام. لازم ياخد الانسولين ويبدا ياكل على طول طب فورا. هنتكلم برضو يعني نظام الغذاء ككل ولكن معانا تليفون برضو. الو ايوه اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ايوه اتفضل ورحمة الله من وبركاته. فضلك، كنت لو والدتي السكر عندها على طول عالي وبتاخد انسولين، يعني بتاخد جرعه انسولين 30 الصبح و20 اخر النهار، والسكر عندها برضه مش مظبوط، يعني فعايزه اسال تاكل ايه؟ الاكل اللي تاكله. هنقول دلوقتي طيب تمام طيب. الدكتور انا هتجاوب حضرتك دلوقتي اتفضلي يا دكتور. ما هو هنجاوب في الحلقه طب لا بقى في نحاول التايب 2 ولا نجاوب لها عشان ما ننساش اتفضلي. طيب اوكي. هي هتاخد نشويات عادي علشان هي واخده انسولين، فلازم تاخد نشويات اللي هي النوع المركب اللي هو الرز بس انا كنت محتاجه والعيش والعيش الاسمر طبعا. تمام. هتاخدها عشان طالما واخده انسولين لازم ندي نشويات مركب. تمام. وهنبتعد عن النشويات اللي هي السيمبل شوجرز اللي هي البسيطه زي العسل المربى ليه بنبتعد عنها؟ لان السكر بيبقى سهل جدا في الامتصاص بحرق ومحتاج كميه انسولين عاليه جدا تحرقه، لكن النشويات المركبه وخصوصا اللي هي الغنيه بالقليل دي يعني بتحتاج، يعني تحتاج انسولين حبز عشان يعني ايه تمتص، يعني عشان الجلوكوز يمتص الدم. تمام تمام. حكايه قلنا النشويات المركبه هتاكل خضار وهنقللها طبعا، لان اكيد والدتها سنها يعني الزيوت والسمنه والحاجات، هتاكل اللي حاجات هي يا مسلوقة. اما لو تستخدم زيت يا زيت التون، يا اما زيت اسمه زيت دي زيوت ايه ما فيها أو الفواكه. الفواكه، هتاكل ما تاخدهاش عصير، هتاكل فواكه بس لا مش ليه شوكولاته ما تشربها حتى يضاف لها سكر أو كده؟ والفاكهه لما بتتعسل الالياف اللي فيها تاخدها تمام. بقى طازة طبعا سليم. ممنوع في الفاكهه البلح والعنب والتين وانت مع طفل او إيه اللي يعني ننصح مريض السكر بأنه إيه لو كلها تبقى عامل مساعد في العلاج ولا مفيش؟ لا، لانه غني بالالياف أي من الحاجات، الكمثرى البرتقال واليوسفي. البرتقال والحاجات دي مسموحه. تمام. عن غذاء اللي قلنا بناخد بياخد بعد كده بيحصل ايه؟ بياخد لو خدنا انسولين. يوم في حياة الطفل مريض السكر تمام يبدأ ازاي ويروح مدرسته ازاي ولو رجع عنده تمام تدريب ازاي وهكذا.
لو هو سريع المفعول لازم ياكل فورا، لو الانسولين بياخد من 15 ل 30 هتصبر الام عليه الودان يبدا ياكل. تمام، على حسب افول وياكل ايه بقى؟ الانسولين ياكل ايه بقى. هياكل يعني مثلا ممكن الصبح يعني ياكل ساندوتش عيش وجبنه رومي نص رغيف مثلا جبنه بيض لانه محتاج كالسيوم، ممكن يشرب كوبايه لبن. تمام، عليها سكر ولا لا؟ يحط يا اما سكر، انا يعني مش عايز ابدي اسبرتام وكده او حاجات، طالما هو واخد الانسولين بتاعه هو بالظبط، هياكل، بس الكميات يعني الطفل مش هتقدر تشرب غير حقيقي سكر. تمام بالظبط. تمام هل لو ممكن احنا استعيد على السكر بعسل؟ لا لا دي بتمشي، هو بس العسل النحل يعني بيبقى سكروز بعد شويه بتحول لجلوكوز فبيمشي نفس الوي، اي بس هو الفرق السكر مشي على طول فاذا عشان انا الجلوكوز مشي في الاول بقى سكروز وبعدين تحول يبقى لجلوكوز اذا انا تاني. احط سكر عادي، سكر سكر عادي عادي تمام. او استخدمنا بقى سكر دايت بس الكميات مش عشان ده على لونج ران. انا بس مريض السكر يعني غير حاجه، ده مرض مزمن فانا حقيقي هيعيش بيه يعني، خايف عليه الاثار بتاعه اللونج ران اللي هو الاستعمال الطويل، حقيقي حقيقي حطها في دماغي. بالظبط، غير ما بكلم مريض جاي يعمل رجيم مثلا هيقعد معايا هينقص وزنه وزنه كذا. 3 4 شهور معايا، خلاص حقيقي استعمل مش هيحصل حاجه. تمام، تمام هكمل برضه دكتور. اقول لك الو الو الو، الو ايوه سلام الو. عليكم السلام، اتفضلي حضرتك اسالي على طول طب دكتور لا رانيا. لو دكتوره، دكتور رانيا اتفضلي اسالي. طب طب بص حضرتك، انا ما عنديش سكر، انا ما عنديش سكر وعملت منحنى سكر، تمام ولكن كل ما اكل حاجه فيها سكريات الاقي عندي ضعف يا رفان، جسمي كله افضل اهوش فيه رغم ان انا ما عنديش سكر ولا حاجه. كل ما اعمل تحليل ما الاقيش سكر، كل ما اعمل تحليل ما الاقيش سكر، عملت منحنى سكر ما فيش، لكن اكل سكريات او اكل دهون ابص الاقي عادي يجيني هرش في الجسم كله زاد يا رقم، ويعني وجسمي كده يبقى بالدم، وانا مريضه فيروس. فيروسي؟ طيب ماشي. عندك عند حضرتك كام سنة؟ فيروسي سنة عندك كام سنة؟ عندي أجسام مضادة من الفيروس. سن حضرتك كام أنا سنة؟ عندي 60 سنة. ماشي، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، اتفضل يا دكتور. حظها حلو يعني ها؟ إن هي ما بتاكل الحاجات دي، فيمكن ده من الأسباب إن هي ما جالهاش المرض ده مني يعني، فهي حظها كويس إن هي بتحس بكده. بتبقى طبعا مع السن كفاءة البنكرياس بتقل وإفراز بتقل، فممكن أول ما كده يبدأ يحصل لها إريتيشن من أي نوع. هي جاي لها بطريقة هرش، ف مرض سكر؟ ما عندهاش سكر، هي كده ما عندهاش سكر، فدي حاجة في مصلحتها مش يعني، تمام طالما حد ما تريحش او تعمل لها طيب من الاريتيشن ان هي تبقى جسمها في حالة ارتكاريا او كده، خلاص يعني تقلل اكل الحاجات دي وما تاكلهاش، وده في مصلحتها ده وفي نوع الصحة. حساسية ممكن تستشير بقى فيها ايه يعني لكن طبيب مالهاش صلة متخصص. بالفيروس دكتور ولا؟ لا بص هقول لك حاجه، هو طبعا مستحب ان هو يعني تبقى الاكل خفيف ومفيهوش كتيره، ويبقى طبعا بالنسبه برضو للدهون تبقى قليله، لان طبعا كل الحاجات دي طالما في يعني فيروس موجود ممكن عرضه اكتر انه يبقى فيه احتمال الحاجات تزيد. تمام. تمام طيب هعود للكلام عن مرض السكر الاطفال. تمام قلنا وجبه، يعني هل يفضل انه ياخد بعدها انسولين ولا قبلها لا انسولين؟ هو بياخد الاول قبلها وبعدين ويفطر. بياكل. تمام، تمام المفروض الجرعه بعد الجرعه اللي بتبقى جرعه حسب، ثابته لا حسب الحاله طبيب السكر لما بالظبط. بيحطها تمام الطبيب المتخصص اوكي يحط له الجرعات ونمشي معاه في النظام الغذائي، تمام يعني ايه كل واحد بالظبط بالتخصص بتاعه. تمام يبقى انت ما تروحي لدكتور التغذيه عالجك، يبقى انت ده مسؤول يحط لك، لكن انت في المرتبه الاولى متابعه مع طبيب البطنه والسكر بتاعك ظابط لك الجرعات بتاعه الانسولين ومواعيدها، وده مهم، واحنا ننظم معاها الاكل بالظبط ساعد. مش عامل مساعد. بص عايزه يعني هو السكر قلت لك في الاول انه نص العلاج اكل هاي حقيقي غذاء، حقيقي وكمان في الطيب طول اللي بيجي للكبار يمشوا على رجيم ما بقوش الدكتور وقف لهم وقت. 50% مع مريض الطفل، لان تمام احنا قلنا ده انسولين ديبندنت فالوضع مختلف. رانيا وهو الطفل رايح الصعيدي ايه بيكون؟ يعني هل يعني ممكن مثلا ياخد ممكن ياخد، مربى؟ احنا قلنا بقى منعنا العسل والمربى والسكر، ملأ تم؟ ايه السكر نحط معلقه الصبح هنقلله وهو واخد لبى يوم. والعسل بص لو اضطرينا نديله الحاجات دي هيبقى انا مظبطه مع الدكتور بتاعي انه عندي عيد ميلاد، فهو اليوم ده هيظبط لها جرعه الانسولين اللي تمام هتاخدها. شوية أو بالظبط كده، يعني لازم يبقى في متابعه بالظبط طبعا مع يعني مع الطبيب، في نفس الوقت مع طبيب لازم هنمشي بخطين متوازيين، ما ينفعش امشي هنا واسيب هنا وما ينفعش امشي هنا واسيب تمام هنا. تمام قول نوع الساندوتش اللي بيبقى موجودة بص جوه ممكن يكون جبنه نستو فراخ بانيه ويبقى حاجه حاببها، ممكن
تعمل له جبنه بيضه وخيار، يبقى خدت خضار في بالظبط. الياف اي وفي وخدت الجبنه البيضه حاجه فيها كالسيوم. تمام. بيحبب ان لازم في حته السمنه كنت سالني عليها، طفل ميوم تمام لازم يحافظ على نفسه طيله تمام الحياه علشان يحافظ على نسبه الجزء تمام الدم. دكتور، ناخد فاصل سريع ونعود نطلع الفرق. الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه الله محمود الذي وعد. إن ورجعنا لكم مرة تانية على الهواء مباشرة، وما زالت مشرفانا تشاري العلاج الطبيعي والسمنة وعضو هيئة التدريس بالقصر العيني، وما زال الكلام عن طبعا تغذية السكر. بدأنا بمرحلة الطفولة، قلنا يوم في حياة الطفل، حياة الطفل المكر سواء المدرسي. ماذا دكتورة رانيا نقول العودة من المدرسة؟ يعني هو بذل مجهود في إذا كان حصص رياضة، إذا كان في مشوار كمان بين المدرسة وبين البيت، مفترض إنه الأم تتعامل إزاي معاه؟ بس اول حاجه الاطفال دول عشان بياخدوا انسولين عرضه جدا يجي الهبوط الهبوط أو نوبة ومستوى انخفاض السكر السكر. او نوبه آه. الغيبوبه او انخفاض السكر تمام. دي. فطبعا الام هتبقى معلمه الطفل معاه بونبوني ومعاه العصير نوع هو فيه اللي هي السكر الحاجة السهل، نفسه لو حصل بحيث ان هو يساعد الجلوكوز. الاعراض دي بتبقى دوخه وعرق وتعب شديد واجهاد وتوتر عصبي، اول ما الام او نوم هل في رعشه شديد او ورعشه نوم شديد تحس تزود قوي في النوم قوم تدخل، دي من الاعراض. حتى هو يعني مثلا ايه، هو المفروض كان يصحى الساعه 10 لو لقيته زود تقوم خوفا من انخفاض يعني السكر يكون هيحصل غيبوبه سكر او كده، لازم تبقى بتلحقه. تمام. نقص من انخفاض السكر دكتور، غيبوبه مش انخفاض السكر تمام، او مش الناس ارتفاع اللي معاها السكر ارتفاع بالظبط. غيبوبه سكر نقصد بيها السكر، تمام. ما بنقصدش بيه نوعه، ياخد عصير ياخد بقى الحاجات اللي احنا منعناها، سكر اللي هو النوع الحاجات اللي هي سهله الامتصاص بقى بالظبط اللي احنا منعناها اصلا. تمام. وكمان الطفل فقد كمان
الشوكولاته البني ممكن، بس طبعا العصير اسهل والسكر. أيوة الجلوكوز، لانه يعني الجلوكوز هينزل الجلوكوز اصلا. فخلاص اديت الجسم اللي هو عايز، مش يعني مش مستحب ادي حاجه تقعد تتحول. يعني عايز حاجه تبقى سهله، بونبونيه نازله جلوكوز على طول، أيوة. عصير، الحاجات اللي تبقى تمام. نقول طيب احنا هو جه البيت وسليم، مفيش حاجه، مفيش لا يعاني من اي شيء، اكله يبقى ازاي؟ زي ما قلنا بعد مجهود في المدرسه، لعب ومشوار طويل، لو كان يعني تجاه البيت. تمام، هياخد مثلا طبق رز 4 معالق مثلا ومتوسطين، وممكن وطبق خضار مطبوخ برضو، يعني هنفضل بيكون بالزيوت النباتية، بلاش سمنة والحاجة، ونديهم معاهم مثلا قطعة لحمة أو قطعة فراخ، لأن هو محتاج بروتينز وأمينو أسيدز كتير عشان تكوين العضلات وبناء الجسم. دي القطعة بتاعتي، يبقى إيه كل. الخضار يا دكتور، هل في خضروات ممنوعة يعني بتبقى لا لا، بتتحول؟ بص اقول لك حاجه، هي الخضروات النشويه هم بمريض السكر ما بيمنعهاش، يعني البطاطس اديها لهم بس انا حرقهم ما انا ما عايزه ادي حمرهاش؟ نشويات مركبه، ما اديها واتجنب ان هي تبقى ما متحمره يعنوش. مسلوقه، وترش مثلا ملح وكمون، مكعبات تبقى مسلوقه ومهروسه، ياكلها طب بالمعلقه. لو جزر او حاجة؟ شوربه الخضار، وكل الخضار بقى، الفاصوليا من الحاجات، البقوليات من الحاجات اللي هي غنيه بالالياف. مفيدة؟ الفاصوليا والعدس مفيده جدا جدا في في بعض الناس المرضى. جديدا واللوبيا او حاجة بيقول لك لا، لا رجيم، لكن مريض السكر اكله مختلف عن ال مثلا ايه، انا هنا بدي مريض السمنه اقللها خالص، يعني في وقت من الاوقات، تمام. وفي ممكن اسبوع ما اديش فيه، معتمد مش معنى كده ان انا منع النشويات، مديه كربوهيدرات في حاجه، في فاكهه مثلا يعني التفاحه فيها 15، يبقى انا اديته برضه نشويات تمام، بس من غير ما اديه رز والعيش والحاجات. اشكاليه في او حتى الاطفال عموما، انه بعد ما بيرجعوا من المدرسه، ما خلاص ماشي اتغدوا وناموا وريحوا شويه، بيصحوا عصبيين جدا، بيصحوا متضايق مهمدين يعني، او تعبانين مرهقه. مريض السكر بتزداد، قولي لي ازاي الام من خلال الغذاء تنشط ابنها، تخليه مقبل على المذاكره، في تركيز عنده مش اجهاد. بص، الدهون بتاعتها مفيده، حاجات اللي بتظبط نسبه الجلوكوز في الدم وتحسن كفاءه الانسولين، يعني مكسرات من الحاجات ممكن تديها، زي الفستق الفستق والبندق والعين دي، بس ما احنا دي تحطش طبق كبير. بيحذروا منها. بيحذروا منها. ما هي بص، بتزود الوزن. الفكره دون، انا عارفه انه دون هيدي طاقه، وفي نفس الوقت ايه، هو هيدي طاقه بس في نفس الوقت مش من الحاجات اللي اللي بتعلي قوي الجلوكوز في الدم، ممكن اديها بقى استفيد منها بحاجه زي أي. كده، بس كميات معتدله. تمام. لا يعني الطفل السليم اللي عايز يديله عصاير او حاجه، بس انها ياخد تدي. عصير وفانا نبوت هياخد بقى، تمام. طيب عنده بعد اللي احنا يمشي جميل، احنا يوم ماشيين يومين. يوم بكامل بحيث انه يعني الام تبقى معانا، لو تذاكر شويه ونزل بعد كده عنده تدريب في النادي او حاجه، بيمارس لعبه معينه، ايه الاحتياطات؟ هل الطفل السكر بنمنعه من الرياضه، لا بنمنعه من ممارسه اي العاب، او في العاب معينه، ولا ممكن يمارس كل حاجه ولكن باحتياطات معينه؟ باحتياطات يعني. اول حاجه في الحته دي هرجع تاني والسكر، اقول لدكتور لو سمحت ايه، ابني بيلعب رياضه، فعايز اعمل حساب دون في الوقت اللي هيبذل فيه مجهود زياده، ما انا دي حاجه بحطها، مجهود البدن وعمل المريض، دي بحط احتياطات، جرعات الدواء ومواعيدها بحطها في الاحتياطات. طيب هو رايح يمارس رياضه، انا مفترض ان اديله قبل ولا بعد ولا قبل يطالب؟ وياكل. بص، ايوه الانسولين ده بنديه في الاول وبعدين ناكله. مباشره ياكل، كل ايه بقى؟ ياكل بقى، هو مفضل طبعا يشرب عصير برتقال، حلو قوي في الرياضه، من الحاجات اللي يعني حلو في الرياضه، ممكن نعمله بقى البرتقال عصير، ياخد موزه او موزتين موزات، ممكن عشان العضلات تعتله برضو. انه في ميه او الحاجات تمام اللي فيها مستوى الميه عالي. بالظبط، تمام. عشان الفخذ وسكر، منه بيطلع بعد سكر المدرسه الفاكهه من الحاجات اللي برضه بتصير وسهله في وفعال. تمام، برضه رجع من وعاوز بس يذاكر شويه وبعد كده ينام، يعني بعد بنعوض له ازاي بقى؟ هيتعشى بقى العشاء بتاعه العادي، ممكن لو هو ما عندوش متابعه السكر ومش محتاجه دي مثلا سندوتش مربى او حاجه عشان ازود له الجلوكوز، وما حصلش هبوط في السكر والدنيا ماشيه كويس معايا، هدي بيت لبن او كوبايتين زي انا، عشان برضه هو محتاج كالسيوم، تمام. والكالسيوم مفضل يتاخد بالليل، ما بيتحرقش زي، بيبقى ابطا. فعشان جسمي يستفيد منه كله، يبقى انا اديله حاجه عايزاها تقعد في جسمي، ايوه يبقى انا مثلا استفيد منها في كالسيوم، في لبن او كوبايتين زبادي،
وياخد معاهم مثلا سندوتش برضو من سندوتشات الجبن او البيض، ممكن اعمله بقى بيضايه مثلا بالليل تمام مع كوبايه لبن او كوبايه تمام دي يعني بتخاف على ابنها، او دي حاله مش عارف منتشره او لا، انه تتعرض اثناء النوم الى نوبه انخفاض سكر، فيجب اعمل احتياط في انه اما في توقيت الانسولين او في نوع هو ولا توقيت الانسولين احنا حددناه خالص اللي هو قبل الاكل، والدكتور وبعدين بتدور بعد على كده الدكتور ما باكل. حددها له على حسب سنه وطوله وعمره ومجهوده، سواء الطفل بيلعب رياضه او ما بيلعبش، بيذاكر تمام كتير، بيصحى كام ساعه، كل الحاجات دي خلاص حددناها تمام تمام. فهي واحده تقلق لو عدد ساعات النوم زاد عن المعدل الطبيعي اه تمام، بس تمام ده مؤكد تبصوا تعمل بسرعة وتفوقه. تعمل تقومه بسرعه وتديله وغالبا الام عندها مريض سكر في البيبي عندها جهاز ايه غالبا حقيقي بيبقى دمه يعني تبقى دي اه، وتجري ايه تدي من الحاجات اللي احنا قلنا عليها في الاول اللي هي سهله والجلوكوز بتاعها سريع هننتقل بقى المريض سكر في حالة انه يبقى يعني سنه عادي مش الطفولة. بقى. قولي لي بقى برضو التغذية من اول ما بيصحى بيفضل ايه والحاجات. بص بقى في مية السكر في أغذية بتساعد على الأنسولين والحفاظ على مستوى الجلوكوز، يعني أول حاجة السمك، لقوا الناس اللي بياكلوا السمك أقل عرضة للإصابة أصلا بمرض السكر على الأوميجا 3 لقوا أسرة مصرية ما بتش بالها قوي، يعني بتبقى يعني باينة، يعني نقول كل شهرين مرة أو حاجة، المفترض لا كان يبقى كل أسبوع كل مرة أو أسبوع اتنين. مرة في أي برنامج بالظبط. يعني في أي حتى في تغذية أي مراهقين أي مرحلة عمرية حمل الضبع يفضل بذكر أكلة السمك بالظبط. على الأقل أسبوع، فدي حاجة مفيدة مهمة. تمام. وكمان الأبحاث أثبتت كده إنه الناس اللي بياكلوا سمك أقل عرضة أصلا للإصابة، لأن هو من الحاجات اللي بتساعد على إيه تحسن نسبة الجلوكوز. زيت الزيتون بيحسن كفاءة الأنسولين برضو، لقوها بتحسن كفاءة الأنسولين، ومستحب الناس اللي عندهم سكر ياكلوا حاجات فيها. تالت حاجة البصل، في مادة اسمها الأليسين تمام، المادة دي بتقلل تكسير الأنسولين وبتحسن برضو من كفاءته، بتحسن استخدام الكبد للجلوكوز وتحويله للجلايكوجين. مادة الأليسين الموجودة في تمام البصل، تمام فصل وفي التوم بيتقال البصل والترمس والثوم، بقى. البصل والثوم تمام. الحاجة القرفة، والقرفة دي ممكن سي ما حدش بيشربها مش حاببها مثلا، ممكن القرفة دي بتتحط مع البهارات في الأكل، ممكن تضيفيها في أكل بتزود فعالية برضو الأنسولين. الأكلات اللي هي ذات الألياف العالية، ذات مستوى الألياف العالي زي الخضروات وزي لكن الحاجات، التوم لا يا دكتور، مش مريض الضغط بص لك على حاجة، هو ازاي؟ البصل أكتر في الثوم ممكن بنديه بس يعني كميات مع الاكل، لكن انا بقول الاكلات اللي هي ليها فعاليه مع الايه فعليه اكيد فعاليه مع القوم. بيفضل ان هو يبقى، بعض الناس يقول لك انه يعني ما بيحبوش شكله بصل، يعني يقول لك هو عشان بيتغطى حاطه في جوه، الاكل، يعني في قصدي مش لازم في تاكل الخضار، تاكل في بصل الخضار ببصل، اه مباشر. لا مش انا لازم قصدي تشرب خضار. قرفه قرفه لا انا ممكن تطبخ فيها يتوقف وتبقى فيها الناس الفعاليه. اوكي فعالية تمام. يعني احنا ما بنقول حاجه القرفه ما تحبيش قرفه مش لازم، لا احنا ممكن نضيفها مع البهارات. يبقى انا تمام حطيت في الاكل مثلا لو انا عندي حد مريض سكر في البيت ضفت القرفه في كل أكتر. الاكل اكتر له البصل وجوه جوه جوه السلطه الاكل جوه جوه بالظبط جوه الاكل، كما طبيخ. اقول لكيش تمسكي بصل واقعدي بالظبط. مش هينفع، ما حدش مش هينفع اصلا، ما فيش حد هيقبل على اصلا. بالظبط. تمام. لا انا بتكلم طب انه والترمس بيتضاف بنسمع برضو المساله او البليله. البليله لسه هقول الهول جرين الحاجات اللي بنسميها ذات الحبوب الكامله لانها غنيه بالالياف. البليله المقصود بها بليله ولا البليله اللي لا هي القمح الورق الكامل او الحمص اللي هو زعفران الشام. لا مقصود بيه ايوه القمح اللي هو اوكي ليه غلاف، تمام اللي هو تمام الغلاف، ويتاكل مع لبن خالي الدسم، يتحط القمح ومع لبن خالي الدسم ويتاكل. الشوفان يعني ممكن مريض السكر مع ياكل له مثلا برضو عايز ياكل حاجه حلوه، ممكن ياخد البسكوت اللي هو الدايجستيف اللي هو بالشوفان ده، البسكوتات اللي طالعه بالشوفان تمام بيحسن برضو فعاليه. حاجات فيها فيها المناعه زي فيتامين سي او ممكن برتقان يوسع دي ليمون، دي كلها بتحسن كفاءه الانسولين وبتقلل الجلوكوز في الدم. تمام دي اكلات غير النظام الغذائي المعتاد، يعني دي حاجات يخلي باله موجوده في تبقى اكله. موجود وفي وطول يومه، يعني لو في وجبة غداء بياكل فيها سلطة كذا بصل وكذا. بالظبط تمام كده. تمام ايه بشكل عام قبل ما نتكلم في تفصيل اليوم، ايه الممنوعات برضو الحاجات اللي انت شايفة انه اول ما المريض السكر بيتناولها ترتبك عن بيرتفع السكر وبيدخل في دوامة بقى. لو مسكناه كده لحم والتين والمانجا زي المريض تمام، ولو حتى الليمون، حاجة يعني ممنوعين انه خالص يعني ولا هو انت بتقولي ممنوع عكب بقى مره ما يعني ماشي، يتلحق. بس ايه يعني انا لكن قصدي احنا حاجات بنتكلم صغيرة. طبيا تمام طبيا ممنوع ايه ما تاكلوش طبيا،
طبعا الناس اكيد بيلخبطوا، بس يعني ايه في حدود، بس انت تبقى عارف ان ده منخرط، فده ما هيخليك تخسرش منه حذر، يعني. ده هيخليك حذر. وما يعني افترضا ان حد قدم لي مانجا او يعني مش ما عارف كلهاش. ما كناش تبقى لو مشكله يعني، ممكن لو انا خدت سمر او جزء او ماشي حط عصير او ماشي، ممكن إيه؟ اه بحيث ان هو يحاول يعمل مجهود زيادة اليوم ده، ممكن يزود المجهود ممكن يعادل طبعا المسألة. يحرق تمام، السكر، إذن المجهود الرياضة البدني عنصر أساسي. المجهود البدني دي حاجة محطوطة ضمن تمام. الاعتبارات طبعا في ليه؟ الدواء. ما يعني انا بالظبط. قبل ما الدكتور بيجي المريض ما مجهودك. بياخدش مجهودك ايه، بياخد في الاحتياط عمره و... والراجل آه ليه بقى؟ هو بيشتغل شغلانات آه فيها فيها مجهود، إجهاد، فيها ظغني. واحد بنا آه. غير واحد قاعد على مكتب، أي. أي. مش هدي ده زي ده. تمام. هي إشكالية مريضة السكر برضه تحتيه إنه قلة الحركة، هي بتبقى في حالة هزال دائم، ما فيش تخي. ده سايكو نفسيا هي حاسه بكده، لكن مريض السكر، مريض ده السكر الحركة بركة بالنسبة لي يعني. لا انت تنظم اكلك وتاخد الدواء بتاعك في مواعيده وتتحرك وتعيش حياتك. هي بنسميه عندنا الصديق العدو، عارف مرض أو السكر يسمى المرضى ذاتنا يقولوا إنه المرض الصديق، ممكن أخده صديق. صديق، لان السكر لما بهمله بيبقى عدو شرس، بيبهدل. من الحاجات الممنوعة برضو الحاجات اللي فيها الدهون اللي هي زي السمنة والزيوت والحاجات دي، زي ما قلنا هنفضل زيت الزيتون او زيت الكانولا في الاكل. ايوه تمام، ليه بقى؟ لان لقوا برضو في الابحاث اللي اتعملت ان مرضى السكر عرضة للاصابة بتصلب اكثر. اكتر مرتين لثلاث مرات اضعاف الشخص عنده السكر. تمام. طيب في اشكاليه قبل ما لي بشكل مبسط بالنسبه لمريض السكر بخلاف الاطفال، لازمه او يعني في مريض سكر وعنده ضغط مرتفع، هل في اكل معين برضه يوازن هنمنع المساله؟ المخللات حاجات والحوادق المالحه كلها. والحاجات المالحة هتتحط في الاحتياطات، وسواء كان عنده ضغط او ما عندوش ضغط هيحافظ انه يشرب من 6 ل 7 اكواب ميه في اليوم، ده يتحسن امتصاص الاكل وبرده يشغل الكلى والحاجات دي عشان الضغط ان هو يدخل الحمام من غير ما يستخدم ادويه او حاجات كده. لو هو بيشرب ميه هتعمل غسيل اول باول. تمام. مش الضغط في حسابنا واحنا بنعالج السكر كعلاج او غيره لا، او حتى من بنحطه اسلوب. بقلل الملح طبعا، بقى عامل اه حسابي وبيمشي على حاجه اسمها داش دايت، بيبقى اكل الكهوة والخضروات اكتر حاجه. لكن ملوش صله اللي بيتقال في الصريلي، حاجه بتقول الحاجات المالحه بس هي اللي ممكن تاثر في الضغط المرتفع. ليه بيتقال انه اللي بيشتكوا من انخفاض يكون حاجه حلوه، يعني اشرب عصير او حاجه تبقى اكتر من انخفاض الضغط؟ لا، حضرتك اه في لبس كده بين انخفاض. الهايبوجلايسيميا والهايبوتنشن. تمام، فسر لنا الهايبوجلايسيميا بقى. الهايبوجلايسيميا ده اللي هو انخفاض نسبة الجلوكوز، ده ياخد فات ده حتى لو وسكريب. سكر. حتى اوكي. ما ده اسمه ايه، في فرق بين الهايبوجلايسيميا، واحد انخرج الصبح طول اليوم عنده مشاوير يروح من هنا ومن هنا ومن هنا وما اكلش حاجه، ومثلا نايم من غير عشاء، صار له بالظبط. هايبوجلايسيميا وهو حد طبيعي جدا مش مريض سكر. مش مريض تمام سكر. تمام تمام، تبقى الاعراض ايه بقى؟ كوخة. هبوط، يلاقي ايديه بتترعش وسويتنج ومش عارف ياخد ديزنيا ودايخ يعني ودايخ بتروح. طبعا. تمام. هنا عصير هياخد بقى سكريات، ياخد شوكولاتايه وعصير وحاجات كده، تلاقيه الدنيا اتظبطت معاه. الهايبو بقى التنشن اللي هو ده ضغط واطي، ده ياخد حاجات حادقه فيها ملح وياخد معاها سوائل، لان يعني من غير الميه ايوه مش هيعادل الصوديوم اللي اتحط. يعني لو شرب ميه عادية جدا ممكن ميه حاجة عادية. يبقى ده الفرق بين الهايبو تنشن. بالظبط. هو فعلا الناس دايما بيلخبطوا الحاجتين حقيقي مع بعض. حقيقي. فما حدش بيقول ابدا ان ده انخفاض سكر نتيجة يعني او السكر عنهم مريض سكر مريض سكر. على طول. بالظبط. حتى حد بيسأل يعني ما بنشعر بده بعد اجهاد وسفر وبتاع، قلت له هو عليك مريض سكر؟ دايما بيتقال لي مع انه ممكن تبقى حالة هبوط سكر بسيطة برغم انه مش مصاب بنتيجة المجهود زي ما حضرتك قلت ما حد كانش. مثلا ما اكلش بالليل ونزل الصبح فضل يعمل مشاوير والجو حر والسايق ايوه والشوارع بتعرف، بالظبط. تلاقي الدنيا ايه. احنا شوارع جميلة فعلا. عايزين نتكلم عن مريض، قلنا الاسلوب الغذائي لمريض سكر كبير في السن يعني مش طفل بعد 18 سنة او 20 سنة، يفضل انه صباح يبقى اكله ازاي يعني النظام سكر وبرضه غذاء وفي العشاء. هو بس مبدئيا انا افضل احطها بنود. ليه اتفضل. بقى؟ لان هنا بقى هيختلف معايا نوع المريض سكر ولا انثى، تمام. هيختلف معايا وقت المريض اليومي، هيختلف معايا جرعات الدواء اللي متحدد كلها هحطها ضمن تمام الاعتراض. بالظبط. تمام، وزن المريض سواء كان زياده او نقصان
كل الحاجات دي حلوه، فالنظام لكل الناس في مرضى طبعا، السكر لانه في نظام عقد العمل، الوزن، طول، كل بيحكمها حاجات كتيره جدا، فصعب ان انت تحط دول كلهم نظام. طبعا. لكن ده ياكل ايه؟ لو مسكنا حاجه النشويات، هتاكل نشويات بس طبعا كل واحد المقصود كميه. بالمركبة دكتور. المقصود بالمركبه رز، مكرونه، عيش، ممكن برضو البطاطس اللي هي الخضروات النشويه، البطاطس والذره، ايوه تمام. بس البطاطس اللي مش وقلنا البطاطس نبعد عن المسلوق. ان احنا تمام. نقلي، تمام. هنرجع برضو للحليب. احنا كده بنتكلم صباح انا يعني ايه نقول عايز خط اسمع عام. اوكي خط عام، لان انا بقول لك دي مختلفه، يعني ايه كل مريض لازم اقعد معاه اساله ايوه طبيعه شغلك، اساله على الحاجات دي زي ما قلنا بالظبط. المثال. يبقى هنقولها كده وهو يقسم اكله على حسب الحاجات دي او مع دكتور، نمط ويفضل حياة. هو يفضل طبعا مريض السكر يتبع نظام غذائي مع الدكتور في الاول، على الاقل نظام له طريقه اكله ويظبط له وزنه على الاقل، يعني ايه يبقى ياخد منه نظام حياه لايف ستايل جديد. بالظبط. هو في اشكاليه برضه دكتور، يعني عايزين نتكلم على ارض الواقع بحيث انه يعني نفيد الناس. اما بيروح المريض السكر عند طبيب زي نشره كده او يعني نصائح غذائيه بشكل مثلث او حاجه، وبيقول له كله وكله، لكن ما بيبقاش فيها تفسير. يعني هو ما هو ده اللي احنا مفترض ان بنقوله بقى، التفاصيل دي بقى يعني عايزين نوضحها تبقى مع طبيب يعني خاص المتخصص بالتغذيه، في التغذيه. خاص بالتغذيه، مش مش ما يعني هو بتبقاش. دكتور بيديله ايه؟ ده ممنوع، ده ايوه تاكلوش كتير، تمام. لكن ما هوش مفسرها له، لكن مش لما قايل طبيب تغذيه او استشاري تغذيه بيقعد بيقول له تفاصيل حياته، تفاصيل تفاصيل بيقول له اسبوع باسبوع ايوه ويوم تمام. لحد ما يظبط اللايف ستايل، وبعد كده على فكره هو بيتعود على الاكل ده. طيب يعني نختم حوارنا سريعا دكتور، طبعا ان شاء الله انا التقي بحضرتك في حلقات قادمه باذن الله، لانه عايزين ناخد مرض مرض والاسلوب الغذائي، لانه زي ما بنقول انه الغذاء الجيد الغذاء السليم حتى يعني لا يعجل بتدهور الحاله وبيخلي العلاج فعال. نصائح عامه ثانيه في مقبلين على الصيف، يعني في الفتره دي بنشعر انه حتى بعض الناس العاديه مرتبكين، يعني هو في حر وفي ايه اللي يجب القاعده العامه اللي يقي منها الانسان نفسه من ارتفاع وانخفاض درجه حراره، حتى عشان يعني زي ما بنقول ما بيتسافش في الوقت، يعني في بعض الناس ماشيين في الشتاء باسلوب الصيف عادي جدا جدا، او يحدث ان هو يهبط لو نزل في الشمس او ما شربش ميه او غيره. تمام. احنا قلنا شرب المياه 6 سنين، اهتمام باكل الخضروات والفاكهه لان هي تمام حاجات غنيه، والسكر بتاعها من السكر الجلوكوز في امتصاص، وبيعدي غير الطريق اللي بيمشي تمام بيتحرق بالطريق تاني بدوره تمام. تانيه. الالبان طبعا، البروتينات اللي هي الحاجات الخليه الدسم، اللحوم هياكل لحوم بس كميات معتدله برضو، تمام. الحاجات الدسمه في كل المقادير. الوزن بقى يا دكتور اخباره ايه مع مريض السكر؟ ايه الاحتياطات بقى؟ بقى طبعا لو انت عندك اوفر ويت وزن زياده، انك تبدا بقى تتابع مع حد مريض السكر، انه اكل زي ما احنا النهارده اتكلمنا شفنا قد ايه اكل مريض السكر مختلف عن حقيقي. عن مريض السمنه مريض بالظبط السمنه، بالظبط. يعني ليه اكل وده ليه اكل تاني، حط في الاعتبار وانت بتعمل دايت ان انت مريض سكر حقيقي. هتعمل له حتى لا حاله السكر نفسها بالظبط، بالظبط، يعني احنا الممنوعات تبقى تأثر لان عليها سنة. ممنوعات ده غير ممنوعات ده. دكتور رانيا بشكرك جدا جدا على وقتك وعلى تشريفك، ان شاء الله نتقابل. شكرا دكتور. في نهايه هذا اللقاء بنشكر الدكتور رانيا السيد عبد العليم استشاري العلاجي والسيد التدريس بالقصر العيني، واشكركم جدا. غدا اسوء صحتي، الى اللقاء.